السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي علوم للصف الثاني المتوسط الجزء الأول. رح ناخذ الدرس الثاني من الفصل الثالث، التفاعلات الكيميائية وأنواعها، صفحة 40. كيف يحصل التفاعل الكيميائي؟ يجيني سؤال يقول لي كيف يحصل التفاعل الكيميائي؟ أقول له الجواب: يعتمد التفاعل الكيميائي بين المواد على طبيعة الروابط استناداً إلى عدد الإلكترونات في الغلاف الخارجي. إلكترونات التكافؤ للذرات المتفاعلة، فمثلا يتفاعل غاز الكلور مع غاز الهيدروجين تفاعلا مباشرا، أو ينتج غاز كلوريد الهيدروجين مصحوب بتغير في الطاقة. يعني هذا الجواب. سؤال يقول كيف يحصل التفاعل الكيميائي، وهذا الجواب. يبقى كل تفاعل كيميائي محافظا على قانون حفظ الكتلة، الذي ينص على أن كتلة المواد المتفاعلة يساوي كتلة المواد الناتجة. هنا عندنا يعني يقول لك تمثيل يعني بهذا الصيغ الكيميائية: H ناقص H زائد Cl ناقص Cl يطلع لنا 2H ناقص Cl. التفاعل الكيميائي تعريفه، هنا تعريف التفاعل الكيميائي. هذا هنا سؤال: هو تغير كيميائي يتضمن كسر روابط موجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة. فإن الذرات أثناء التفاعل الكيميائي لا تفقد ولا تكتسب، بل يعاد ترتيبها. إذن هذا تعريف التفاعل الكيميائي، احفظوه. ما أنواع التفاعل الكيميائي؟ أنواع التفاعلات الكيميائية: اتحاد وماس للحرارة وتفكك وبعث للحرارة والاستبدال. هذا أنواع التفاعلات الكيميائية. يجيني سؤال يقول لي عرف التفاعل الكيميائي وما هي أنواعها. فهذا نقول شروط التفاعل من حرارة أو ضغط أو عوامل مساعدة أخرى فوق سهم المعادلة. يعني فوق السهم يخلون يعني تفاعل حرارة أو ضغط أو عامل مساعد. يؤشر المواد الناتجة بهذا السهم، والمواد الغازية يعني إذا كانت غازية بهذا، إذا كانت راسبة. إن الرمز هذه المثلث أو حرارة يدل على أن المتفاعلات تسخن أو تحتاج إلى حرارة على التوالي. أما الرمز ضغط، هذا الرمز فوق ضغط، يعني أن التفاعل يحتاج لتسليط ضغط عليه أكثر من الضغط الجوي العادي. هناك رموز توضع بعد الصيغ أسفل يمين الصيغة. مثلا عندنا الأس، يستخدم لتوضيح أن المادة المتفاعلة أو الناتجة في الحالة الصلبة. الآي يستخدم لتوضيح أن المواد المتفاعلة أو الناتجة في الحالة السائلة. جي يستخدم لتوضيح أن المواد المتفاعلة أو الناتجة في الحالة الغازية. أي كيو يستخدم لتوضيح أن المواد المتفاعلة أو الناتجة مذابة في الماء محلول ماء. يعني هذا كتوضيح شلون لما تكتبون المعادلة شنو الرمز مالتها وش يدل على شنو. يعني هم اقروا. ناخذ أنواع التفاعلات الكيميائية. أولا تفاعل الاتحاد. تفاعل الاتحاد، تفاعل الاتحاد تعريفه هو تفاعل تتحد فيه مادتين أو أكثر، يعني عنصر أو مركب لتكوين مركبا جديدا. فمثلا يحدث تفاعلا كيميائيا عندما يتحد البوتاسيوم مع البروم، مكون مركب جديد هو بروميد البوتاسيوم KBr. فهذه عندنا المعادلة K زائد Br يطلع لنا KBr. هنا عندي 2 وهنا نضربها باثنين، لأن هنا عندي Br2 نضرب هذه بروميد البوتاسيوم باثنين والبوتاسيوم بK. هذا التفاعل الاتحاد يعني يكون بدلالة تفاعل مركبات لتكوين مركب جديد مثل مركب هيدروكسيد الكالسيوم. يعني هاي عندنا CaO أكسيد الكالسيوم ويا الماء يطلع لنا هيدروكسيد الكالسيوم CaOH. هذا التفاعل الاتحاد حفظوه، هو المعادلة مالته. تفاعلات التفكك أو التجزؤ أو الانحلال. تفاعل التفكك نوع من التفاعل عكس تفاعل الاتحاد. يعني عكس تفاعل الاتحاد يتفكك فيه مركب واحد إلى مادتين أو أكثر ويتحول إلى مركب أبسط تركيبا. مثلا عندنا H2CO3 ناتج حرارة H2O زائد CO2 أكسيد الكربون، أو كلوريد البوتاسيوم KClO3 ناتج حرارة KCl زائد O2.
هنا ما دام عندي O2 حنضرب هذه بثلاثة الأكسجين، ونضرب KCl هنا عندي هم ثلاثة، نضرب هاي اثنين وهاي اثنين. يقول لك فماذا يختلف تفاعل الانحلال عن تفاعل الاتحاد؟ كل واحد وتخلونه إلى تعريفه. أو ثالثا تفاعل الاستبدال 42. يلا عيني، تفاعل الاستبدال الأحادي. في هذا النوع من التفاعل يستبدل عنصر محل عنصر آخر في مركب ما، يكون نواتج هذا التفاعل مركبا جديدا، كما في تفاعل الخارصين ZN مع حامض الهيدروكلوريك HCl فيتكون مركب جديد هو كلوريد الخارصين ZnCl2، حيث يحل الخارصين محل الهيدروجين في حامض الهيدروكلوريد ليتكون كلوريد الخارصين ويتحرر غاز الهيدروجين H2. مثل عندي ZN زائد HCl يطلع لنا ZnCl2 زائد H2. يعتمد تفاعل الاستبدال على فعالية أو نشاط العنصر. فمثلا من يتفاعل نترات النحاس مع عنصر الفضة لا يحصل تفاعل، أما عند تفاعل نترات الفضة ويا عنصر النحاس يحصل تفاعل. ليش؟ هذا دليل على أن فاعلية أو نشاط عنصر النحاس، أن عنصر النحاس أكثر فاعلية من عناصر من عنصر الفضة. وهذه المعادلات اثنينات تنحفظ تجي بالامتحان. يعني يقول تفاعل الاستبدال، أولا تفاعل الاستبدال الأحادي وتفاعل الاستبدال الثنائي. فهذا تعريفه والمعادلات حفظوهن. ناخذ تفاعلات الاستبدال. استبدال الثنائي يحدث تبادل المواقع بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة في مركبين أثناء التفاعل، ويسمى هذا التفاعل بتفاعل استبدال ثنائي، وغالبا ما تكون نواتج هذا التفاعل غازا أو راسبا صلبا. فمثل عندي NaCl كلوريد الصوديوم ويا نترات الفضة AgNO3 يطلع لنا نترات الصوديوم NaNO3 زائد AgCl. يحدث تفاعل الاستبدال الثنائي عندما يتفاعل مركب كلوريد الصوديوم مع مركب نترات الفضة لتكوين مركب نترات الصوديوم ومركب كلوريد الفضة الراسب. ناخذ التفاعلات والطاقة. إن الطاقة الكيميائية جزء من التفاعلات الكيميائية، وتحتاج إلى الطاقة في تفكيك الروابط الكيميائية في المواد المتفاعلة، وتنطلق الطاقة خلال تكوين روابط جديدة للمواد الناتجة بمقارنة الطاقة الكيميائية للمواد المتفاعلة مع الطاقة الكيميائية للمواد الناتجة. يمكن أن تحدد إلى أن ما يحدث هو انطلاق أو امتصاص الطاقة خلال التفاعل. هناك تفاعلات تصنف من حيث فقدانها أو امتصاصها للطاقة إلى تفاعلات طاقة باعثة للحرارة وتفاعلات ماصة للحرارة. خلينا ناخذ تفاعلات الطاردة باعثة للحرارة. عندي قسمين، التفاعل الباعث للحرارة والتفاعل الماص للحرارة. لا هسه هنا شوفوا، هسه تفاعلات الباعثة للحرارة، عندي تفاعل باعث للحرارة يعني تفاعل يقصد الاحتراق، وتفاعل ماص للحرارة تفاعل ماص للحرارة. فتفاعل الباعث للحرارة تعريفه هو التفاعل الذي تنطلق أو تنبعث منه طاقة بعدة أشكال، كأن يكون طاقة ضوئية أو حرارية أو كهربائية. يحصل هذا النوع من التفاعل إذا كانت الطاقة اللازمة لكسر الروابط بين جزيئات المواد المتفاعل أقل من الطاقة اللازمة لتكون الروابط بين جزيئات المواد الناتجة. وعادة تكتب الطاقة المنبعثة من تفاعل باعث للحرارة كناتج في المعادلة الكيميائية من جهة المواد الناتجة إذا كانت تفاعل باعثا للحرارة. هنا عندي المعادلات حفظها. من هذه التفاعلات تفاعل الاحتراق. تعريف تفاعل الاحتراق، وهو تفاعل مادة مع كمية وافية من الأكسجين المحررة كمية كبيرة من الطاقة على شكل ضوء أو حرارة. هذه عرفوا، هذا تعريف تفاعل الباعث للحرارة وتفاعل الاحتراق تعريفه. تنتج طاقة ضوئية من تفاعل باعث للحرارة. شوف هسه تستمر في إطلاق الطاقة من لحظة بدءها حتى توقف. مثلا عندنا هذا القضبان الضوئية تنتج طاقة ضوئية من تفاعل باعث للحرارة. هنا عندنا تنتج طاقة ضوئية من تفاعل باعث للحرارة مالت البطارية. هنا عندنا احتراق الخشب تنتج طاقة ضوئية وحرارة من تفاعل باعث للحرارة.
تفاعل ماس للحرارة. تفاعلات الماس للحرارة تعريفه هو التفاعل الذي يحتاج إلى امتصاص طاقة، ويحصل هذا النوع من التفاعل إذا كانت الطاقة اللازمة لكسر الروابط بين جزيئات المواد المتفاعلة أكبر من الطاقة اللازمة لتكوين الروابط بين جزيئات المواد الناتجة، وتكتب الطاقة المكتسبة خلال التفاعل كمتفاعل في المعادلة الكيميائية من جهة المواد المتفاعلة. NH3 زائد طاقة يطلع لنا N2 زائد H2، H2O زائد طاقة يطلع لنا O2 زائد H2. إذا هذه التفاعلات تتطلب توافر مصدر طاقة مستمرة ليستمر التفاعل، وإذا توقف هذا المصدر عن تزويد الطاقة فإن التفاعل يتوقف فورا. لهنا ونختم المحاضرة وإن شاء الله التوفيق.